يقدر يشاور يعني اصحاب الاختصاص بدون قلب المريض وبحياته في الخطر. تفضل سيدي. شكرا سيد الوزير المحترم، سيد الدولة، سيد الوالي، رئيس البلدية، الحضور كلكم في الوحدة. أولا في الحقيقة انطلقنا منذ عدة أشهر مع أخي وزميلي في نفس العمل، انطلقنا هو قال في عوض المد الأموال هذه دون ما يكون عندها فعالية وتكون ظاهرة، تعاملنا في الجزائر. تعاملنا في الجزائر في عدة مستشفيات، وقطاعه هو كلف بإنشاء قسم المستعجلات في مستشفى بارلي، قسم أمراض الأورام والسرطان، نفس الشيء أشياء أخرى فيها عدة ولايات زرناها. اليوم من طرف تعليمات سيد الوزير الأول لما طلب منا أن نكون كل الطاقم الحكومي نزوروا الولايات الجديدة، احنا انطلقنا بزيارة لوالي ولاية الجلال طبعا، لأنها ممكن مقاربة ولا ولاية اشتغلنا فيها منذ 1996. إذا احنا نزوروا مستشفى قديم جدا، لأنه من 85 يحتاج إن شاء الله دراسة باش نديروا مستشفى خلي يكون على حسب الولاية الجديدة. طلعوا على المواطنين. فيه مستشفى طبعا نزوروه عن قريب سيدي خالد. وفي هذا الصباح زرنا وهذه هبة من طرف مواطن مركز لقسم الدم، مركز إن شاء الله يكون مجهز، هو اللي يبنيه وحنا قطاع الوزارة هو اللي يجهزه. فيها أكثر من 100 شخص اللي يحتاجوا ثلاث مرات في الأسبوع قسم الدم، وفيه اللي يجوا من بعيد. إذا يكون عندهم مركز ليهم خاص، كلهم أعضاء المجلس العلمي اللي يشتغل كل يوم مرتين وثلاثة في الأسبوع للبروتوكولات الصحية بمناسبة الوباء إن شاء الله إنه نقضي عليه في أقرب وقت. إذا شكرا سيد الوزير، شكرا على كل ما عملته في مستشفيات أخرى ليس في الجلال، وشكرا على وحنا عندنا زيارة مليعة نفس الشيء ونفس الشيء غير إن شاء الله غير. إذا فيه نوبيلاس كاين اليوم في إطار سياسة تذكرها خير شركة موبيليس في إطار يعني عملية ترويجية، كانت يعني رصيد التزمنا باش يكون في فائدة المواطنين، وكانت يعني مطلب من مواطنين المنطقة. هذه ولاية بكامل الصلاحيات فضلنا نقولها كهبة سيارة إسعاف تكون صدقة جارية إن شاء الله، سيارة إسعاف ولاية سيارة إسعاف أيضا أخرى لولاية المغير، وإن شاء الله تكون سيارات أخرى لكل مناطق الدار إن شاء الله. إحنا الفضل المال العام في المواطن. تفضل. شكرا.